got it so bad. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زلهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن الشخصية الأسطورية المكسيكي خافيير سكويلا. طبعا راح نتكلم عن بعض المعلومات السرية عنه، وأيضا راح نعرف وين راح بعد ما انتهت اللعبة. هل نقدر نحصله بجون مورستن؟ وليش جون مورستن قتله في الجزء الأول من Red Dead Redemption؟ فيلا خش في المقطع. طيب زي ما تعرفون، خافيير سكويلا موجود في الجزء الأول والجزء الثاني من Red Dead Redemption، لكن ظهوره في الجزء الثاني كان أكثر من الأول. خافيير سكويلا ظهر مرة واحدة فقط في الجزء الأول، وظهر في مهمة اسمها Gate of El Paraiso. أولا، خافيير سكويلا ولد في مدينة نويفا الباراسيو المكسيكية، وأبو خافيير سكويلا كان سكير وكان دائما يشرب بشكل مفرط، لكن مع انه كان يعني يشرب بشكل مفرط لكنه كان يعمل في مزرعة معينة. ايضا عم خافيير سكويلا كان عنده مزرعة معينة وكان يعني يحقق منها ارباح جيدة. لما خافيير سكويلا كان ولد صغير، شاهد عمه يتم خصيه واطعامه للخنازير، لانه طالب الحكومة بتخفيض النسبة اللي ياخذونها من ارباحهم. يعني اذا كنت انت تحقق ارباح كبيرة او ارباح جيدة، الحكومة راح تاخذ منها نسبة. فعمه قال للحكومة انه قللوا هذه الارباح عشان نقدر نعيش، انتوا تاخذوا نسبة كبيرة. الحكومة كان ردها قاسي، اخذتهم وتم خصيهم واطعامهم للخنازير، ونقدر نتأكد من هذا الشيء عن طريق المحادثة التالية لخافيير سكويلا. Into the streets, stripped them naked, castrated them, and fed them to the pigs while the rest of the village was forced to watch. One of those men was my uncle. Another was a friend of my parents. And you know what those men had done? They had suggested that the men of the village demand a fair wage from the local landowner. Not that he share all that he had, just that he give enough that the people might live. يعني طفولة خافيير سكويلا كانت صعبة جدا. طيب خافيير سكويلا لما كبر شوية صار صائد جوائز أسطوري جدا في المكسيك، وكان معارض كبير للحكومة. يعني كان هم يقولوا ألف هو يقول باء، معارض بشكل كبير جدا. وفي أحد الأيام خافيير سكويلا قتل شخص ذو سلطة كبيرة جدا في الجيش، اللي هو بونتو ريغولا. طبعا خافيير سكويلا قتله من أجل امرأة أحبها. Of course. Think you'll ever go back? I killed a man there. A powerful man. Over a woman. Guy in the army until he lost his position. I can't go back. Maybe one day. I'd love to go to Mexico. One day. Maybe you will. طيب سؤالنا وعندنا سؤال وجيه، ليش خافيير سكويلا ترك المكسيك؟ طبعا خافيير سكويلا راح يوضح هذا الموضوع في احد الحوارات في المخيم. تعالوا نسمع سويا. I go back and they find me. I'm dead. My mother. I heard she died. I mourn her. But I did not bury her. My sister got married, she moved away. I hope she's safe, but I will never know. And what was my crime? Huh? My crime was wanting food and fairness for the people. For that, I have been chased and hunted. I come here. Things are not so very different. Everyone steals, kills, suppresses, lies. All they do better here is make you believe that it's not that way.
Guess things are the same everywhere. Yeah. The older I get, the more I find that to be true. زي ما شفتوا خافير سكويلا هرب من المكسيك بسبب المشاكل الكبيرة اللي سببها، وهذه المشاكل صارت يعني تضر عائلته وصارت يعني تجلب المشاكل لعائلته أيضا، لذلك هو قرر يهرب لأمريكا. طبعا خافير سكويلا جاء لأمريكا وهو ما يعرف إنجليزي إطلاقا، وهذا خلاه في موقف صعب جدا، صار ما يعرف يتواصل مع أي أحد، ما يعرف يطلب أي حاجة، لذلك هو في موقف صعب جدا. طبعا خافير سكويلا دار أمريكا بشكل كامل وفصفصها فصفصة إلين ما انضم لعصابة دوتش، وطريقة انضمامه أسطورية جدا، تعالوا نشوف سويا. I knew if I stayed, everyone I loved would die. I ran, not for my life, but for theirs. In this country, I spoke no English. I was afraid. And then I met Dutch. I was stealing chickens and he, I met him doing the same. And we laughed. He took me in and he fed me and he clothed me. And I met all of you. I don't believe I shall ever go back home now. For this, this is my home now. You, you are all my home now. I'd love to have seen you and Dutch trying to rob chickens. I'd say I had the upper hand. Oh, have to set up a rematch. دجاجة يا دتش انت وخافير سكويلا. زي ما شفتوا اثنينهم كانوا يحاولون يسرقون دجاجة معينة، ولما اثنينهم تقابلوا قدام الدجاجة وكل واحد يبى يسرقها طالعوا في بعض، يعني شافوا الموقف مضحك ويعني ضحكوا مع بعضهم البعض بشكل كبير جدا، وبعدها دتش يعني اطعم خافير سكويلا واهتم به بشكل كبير جدا، وبعدها ضموا للعصابة، ومنها خافير سكويلا اصبح مخلص لدتش بنسبة 1000%، صار مخلص بشكل كبير جدا. وخافير سكويلا صار يحس انه هذه العصابة هي عائلته الفعلية وهذا هو منزله، وانه العصابة هي اهم ما يملك. طبعا خافير سكويلا من القلائل اللي حضروا مجزرة بلاك ووتر، بل انه خافير سكويلا شاهد دوتش وهو يقتل الامرأة المسكينة هيدي ماكورت. دوتش killed a girl in a bad way, but it was a bad situation. طيب وين راح خافير سكويلا بعد نهاية الشابتر السادس؟ طبعا ما يمديك تحصل الأسطورة خافير في عالم ريد ديد ريديمشن 2 بعد الشابتر السادس، يعني ما راح تحصله في أي مكان، حتى بجون مورستن في الإبلوغ ما راح تحصل خافير سكويلا، وبعض الأشخاص قالوا إنه فعلا خافير رجع للمكسيك خصوصا بعد ما العصابة تفككت وصار وضعها سيء جدا، هو قرر يروح للمكسيك خصوصا إنه دائما كان يقول أنا في أحد الأيام راح أرجع للمكسيك، ممكن هذا اليوم هو لما تفككت العصابة، لذلك خافير سكويلا رجع للمكسيك. ركزوا معايا يا لهبيين، في المهمة لما العصابة تتفكك خافير سكويلا وبيل ويليامسون كانوا نوعا ما مترددين ينضموا لدتش ولا ينضموا لآرثر وجون، بعدها انضموا لدتش، وجميع أسلحة الطرف الآخر اللي هو طرف دتش وجماعته كانت موجهة على جون وآرثر، إلا خافير سكويلا لو تلاحظون سلاحه ما راح يكون موجه على إخوانه وأصدقائه، يعني تحس انه فعلا خافير سكويلا مو عاجبه الوضع ويحس انه في شيء غلط، نحن عائلة ترى كذا ما يصلح، صراحة اسطورة خافير سكويلا. طيب بالنسبة لنهاية خافير سكويلا، زي ما تعرفون البينكرتينز في الجزء الاول من ريد ديد ريديمشن يخطفون عائلة جون مورستن، بعدها يقولون لجون اقبض على بقية افراد عصابتك خافير ودوتش وبيل عشان نقدر نرجع لك اهلك. طبعا
البينكرتينز قالوا لجون مورستن انت مخير يا انك تقبض عليهم او انك تقتلهم. وفعلا جون مورستن قبض على خافير سكويلا وسلموا للعدالة. صراحة نهاية خافير سكويلا احسها يعني نوعا ما هي مناسبة له ويستاهل اكثر من كذا. وهذه هي نهاية الاسطورة خافير سكويلا. عندي سؤال معين، هل جون مورستن يعتبر خائن في هذه الحالة أو لا؟ شاركوني آراءكم في خانة التعليقات. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هيد يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.